بدون اي اخطاء، يمتاز بالسرعه بالدقه، والحمد لله فضلنا عند ربنا. ماذا لجنه التحكيم، لجنه التحكيم كانت راضيه عن القرار، خصوصا انه يعني موضوع جديد استخدام الالكتروني الايباد الالكتروني، ايضا الابتعاد عن الورقه والقلم؟ والله هو يعني نقدر ان هم في البدايه كانوا متخوفين، احنا قابلناهم قبل البطوله بيوم، قعدنا معاهم تقريبا لمده 10 دقائق، ما خلوش اكتر من 10 دقائق لغايه ما يعني بقى البرنامج بالنسبه لهم سهل ومتميز، والحمد لله بعد كده الامور كانت ماشيه كويسه. حتى كان في شاب من الفريق بتاعنا كان واقف معاهم في طول فتره البطوله، وفي الغالب ما احتجناهوش يعني، يعني كل الامور كانت ماشيه، واحنا كنا بنحاول يعني مراعاه لسنهم ولخبرتهم ان هم بيستعملوا الورق بس، ان احنا نخلي البرنامج اسهل ما يكون، ما فيهوش اي شيء معقد، والحمد لله الامور مشت. شكرا لكم على برنامج الايباد. سؤال اخير استاذ سلطان بخصوص الاشواط اللي امتدت لست اشواط اختلفت عن المواسم. هو في الحقيقه نحن ثلاث اشياء عندنا في هذا المهرجان تم تغييرها. اول شيء هو نظام التحكيم اللي تكلمنا عنه وتحويله الى اي الكترونيك جاجينج اريبيان هورسز. الشيء الثاني اللي هو ضفنا شوطين للبطوله للامهر بعمر السنه للمهرات والمهر، لان صعب ان المهر يعني في فتره نموه من سنه الى ثلاث سنوات، فتلاقي هناك في فرق كبير بين الفلو او الفلوه اللي عمرها سنه واللي عمرها ثلاث سنوات، تقريبا مكتمله وهذا ما زال في طور النمو، فصعب تكون المنافسه، فصلناهم خلينا ابو سنه بطولته مستقله وابو سنتين وثلاث سنوات بطوله مستقله، والافراس والفحول بطوله مستقله. الشيء الثالث اللي ضفناه في هذه البطوله نظام التحكيم للبطولات، سابقا كان يكون تصويت من الحكام بدون اعطاء اي درجات، فهناك يصير كثير من التشابه في التصويت والتعادل ما بين الخيل، فنحن حولناها الى نقاط رقميه بحيث ان البطل الذهبي يحصل على 4 نقاط، البطل الفضي يحصل على 2، البطل البرونزي يحصل على 1، واغلى اكثر حصان مشارك حصل على نقاط هو البطل الذهبي، ثم الفضي ثم البرونزي ثم يلي اللي هو البطل الاحتياط، اذا سبحان الله احد هذه الخيول ظهر عنده لا قدر الله ان في الفحوصات الدميه او شيء منشط يتم استبعاده ويدخل هذا الحصان. شاكر لك والف مبروك على نجاح المهرجان، المهرجان كان مميز على مدار 3 ايام. الله يسلمك، جزاكم الله خير وما قصرتوا. كان هذا اللقاء مع سلطان اليحيى ومدير نادي الشارقه الفروسيه والسباق، انا اشكر طاقم العمل اللي امتد تغطيته على مدار 3 ايام، اشكر المخرجين المخرج وليد بريمي وايضا عامر الغيثي، الشكر ايضا للزميل علي عمر، والشكر لكم ايضا مشاهدينا الكرام على المتابعه المميزه مع قناه الشارقه، الى اللقاء.